يقول عمر بن الخطاب عمر القوي عمر ذو بأس قوي شديد عمر، يقول مر النبي علي في سكة من سكك المدينة فرآني فقال تعال يا عمر، يقول فأقبلت عليه قال فوالله ما إن أخذ حتى أمسك يدي بيده، يعني شبك أصابعي بأصابعه. عمر بن الخطاب هذا لان يقول التفت عليه من غير شعور قال يا رسول الله والله إنك عندي لا أحب الناس، حركتك هذه جعلت محبتك عندي تخالط جسدي. فقال النبي له أكثر من مالك يا عمر؟ تحبني أكثر من مالك؟ قال والله أكثر من مالي. قال أكثر من عيالك؟ قال أكثر من أبنائي. قال أكثر من أهلك؟ قال أكثر من أهلي. قال فنزع يده مني وقال وأكثر من نفسك؟ يقول قلت لا أنا ما أحبك أكثر من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. يقول عمر فجلست ثم قمت ومشيت شوي وجلست أتفكر يناظر السماء فرجعت وعيناي تذرفان. راوي الحديث عبد الله بن عمر يقول عبد الله فرأيت أبي أقبل فقلت والله حتى من نفسي يا رسول الله. قال الآن الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر. لا يكتمل إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسي وأهله وماله والناس أجمعين. قال عبد الله فقمت فسألت أبي قلت يا أبتي خرجت من عندي رسوله وأنت تقول لا أنا نفسي أكثر منك، ورجعت وأنت تقول لا بل أنت أكثر من نفسي يا رسول الله، ما الذي غيرك؟ يقول عمر اسمعوا الكلام الجميل طبقوها يا شباب يا بنات يا أمة محمد. قال عمر فقفت مع نفسي أنظر إلى السماء أفكر، قلت أحب إلي نفسي أو رسول الله؟ هل أحتاج إلى النبي أكثر ولا النفسي أكثر؟ يقول سويت مقارنة قلت والله إني أحتاج إلى رسول الله أكثر من نفسي. يقول فعلمت أن سبب خروجي من الضلالة إلى النور هو رسول الله، وأن الذي سيقف على باب الجنة ويدخلنا الجنة هو رسول الله، فعلمت أنه هو أحب إلي من نفسي. يا شباب من الذي أنقذنا من الكفر؟ من الذي أخرج هذه الأمة كلها من الضلال والضياع؟ يا مرأة يا بنتي من الذي جعل لك هذه القيمة وهذه الحشمة؟ من الذي دلك على ما ينفعك؟ من الذي وطن الأمة على أن تحترمك؟ من الذي سترك وجعل الحجاب نورا وسترا في الدنيا لك؟ هو رسول الله. إذن يستحق هذا النبي هذا الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام أن نقف بين يديه وأن نحبه وأن نعمل من أجله. الله ماذا قال لمحمد؟ ولا سوف يعطيك ربك. من يفسر لي هالآية؟ من يعطيني معناها؟ ها يا شباب تفضل. يعطيك الله من أفضل الدنيا حتى ترضى يعني. جميل، هذا أحد المعاني. في معنى أبعد شوي، طيب وش اللي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يبغى الدنيا؟ الجنة. يريد الجنة، لكن يريد من ربه. قال الله جل وعلا هالآية ولا سوف يعطيك ربك فترضى. قال العلماء يرضى محمد إذا دخل كل من وحد من أمته الجنة. تخيل كيف شوقه لك، يوقف يوم القيامة يا رب هذا من عبادك وهذا قد وحدك، فيقول الله جل وعلا يا ملائكتي اذهبوا فانظروا هل له من حسنات، ويدخلون يدورون له فلا يجدون عنده إلا لا إله إلا الله، فيأتون يقول يا رب لم نجد عند هذا إلا لا إله الله. قال أدخلوه بلا إله إلا الله ولنرضين محمد بن عبد الله. يا الله لازم نرضي محمد. الرسول لن يرضى إلا إذا رأى كل من وحد من أمته دخل الجنة. ألا يستحق الحب؟ ألا يستحق اتباع السنة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته بالسير على هديه بالسير على طريقته واقتفاء أثره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. في غزوة أحد حرمة طلع أبوها وزوجها وأخوها واثنين من أبنائها في المعركة، ولما أقبل الجيش الناس طالعين يشوفون من الحي من الميت من عيالهم. وغزوة أحد كما تعرفون أشيع بأن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، فخرجت المرأة في مدخل المدينة تنتظر البشائر، فأقبل عليها الجيش قالوا لها يا أم فلان أحسن الله عزاءك في أبوك في أبيك. قالت دعني من أبي، ما هي أخبار رسول الله؟ وين الرسول؟ يقول لها أبوك مات في الغزوة الحين.
قالت دعني من أبي، أين رسول الله؟ قال هو بخير. قالت والله لا أثق ولا يرتاح بالي حتى أراه بأم عيني. ثم تمشي شوي تركض ويجيها رجل آخر، قال أحسن الله عزاءك في زوجك. قالت دعك من زوجي، كيف رسول الله؟ الرسول كيفه؟ قال هو بخير. قالت والله لا يهنأ لي بال ولا تقر لي عين حتى أراه بعيني. ثم يقبل عليها قابل فيقول أحسن الله عزاءك في أخوك. تقول دعني من أخي، ما هي أخبار رسول الله؟ حتى قال لقد مات ابنيك الاثنين، أبوها وزوجها وأخيها وابنيها، ماتوا في المعركة. قالت والله لا يهدأ لي بال. ولما رأت النبي في معركة أحد، الرسول رجع والدم ينزل من وجهه، وستأتيكم قصته الآن، قالت يا رسول الله ها كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله، والله كل مصيبة هينة يا رسول الله، انا لا اريد الاب ولا اريد الزوج ولا اريد الخال ولا اريد العم ولا اريد الولد، لكن كل مصيبة بعدك يا رسول الله تهون. اسألكم بالله، هل نحن عندنا هذا الحب لرسول الله؟